هم جرح في القلب لم يندمل، وألم يوجع من لا يزالون على الأمل ينتظرون لحظة الوداع الأخير ويوم تدفئ الأرض من رحل مقاوما من أجل الوطن والحرية. في أيار مايو من العام 2002 نفذ مهند أبو غوش عملياته الفدائية في معسكر للاحتلال معروفا باسم نافي شمرون قرب نابلس. قتل وأصاب عددا من جنود الاحتلال قبل أن تغتله طائرة إسرائيلية وتحمل جثمانه معها إلى مكان غير معلوم، وحتى اليوم لا تزال عائلته تنتظر وداعه الأخير. هو بعرفش هو في المقابر المرقمة، هو في الثلاجات، لحد الآن بنعرفش عنه، يعني لحد الآن وين هو بنعرفش، بس هم يقطعونا تصريح ونروح نزور أولادنا هناك في المقابر أو نعرف وين هم، هم في الثلاجات نشوفهم، يعني نروح نطمئن. في سلواد بلدة الشهداء شمال رام الله خرج محمد حماد في أيار الماضي من أجل القدس والأقصى. على بوابة البلدة التي يحاصرها الاحتلال قاوم واستشهد، ولا يزال بيته الجديد ينتظر ليضمه. نطالب باستبدال جثمان ابننا محمد روحي مشان ندفنه. القبر مبحوش من أول يوم استشهد فيه، حاجزين جثمانه فوق ما قتلوه، يعني هم بيعتدوا على شعب أعزل مدني. بطالب في جثمان ابني إن شاء الله ربي وجميع جثمان الشهداء. وفي اليوم الوطني لاسترداد جثمان الشهداء تظاهرت عوائلهم وسط مدينة نابلس مطالبة بالكشف عن مصيرهم. يوجد الآن 81 شهيدا في ثلاجات الاحتلال، بعضهم منذ عام 2015، ويوجد في مقابر الأرقام جثامين 254 شهيدا بعضهم منذ عدة عقود، بالإضافة إلى 74 مفقودا لا تعلم عائلاتهم إن كانوا أحياء أم شهداء. بحسب مؤسسات حقوقية إسرائيلية فإن إسرائيل دفنت عشرات الشهداء الفلسطينيين في مقابر عرفت باسم مقابر الأرقام في غور الأردن على نحو سري كجزء من سياسة العقاب الجماعي، وأعطت لكل شهيد رقما رافضة تسليمهم إلى ذويهم. نسرين سلمي، نابلس، الميادين.